FM. الكلمة ليك. مهزلة مسخرة لا يجوز. في بالي مستحقاتهم خلصت وبشكل دوبل مونكف لأنه هذا ليس سبب لطلب اللجوء. يعني ثم شكون يحب يحير اسمه شوية ولا يهمه إن كان في تحير اسمه بالطريقة البشعة هذه يضر في دستورنا يضر في بلادنا. أنانية مفرطة وبعضهم من الناس اللي عملت السياحة الحزبية خلصت عليها قبل ومن سالوا يحبوا يخلصوا وفيهم شكون يشارك في الكاستينجات المضروبة مشكلتهم فلوس في الدنيا. هذا مؤسف من عند نواب مؤسسين. الحمد لله اللي المجلس كله ميتوا في شكارة واحدة معناتها ولا بعض النواب ولا كلها بتوعي حمس انت بس ما تفضل فضلك. الحمد لله المجلس التأسيسي ما كانش فيه فقط الناس من نوعية هذه. ربما الحاجة الباهية في المجلس التأسيسي اللي مثل فعلا التوانسة, يعني بمعنى انه جميع شرائح التوانسة موجودة, الخاين والكذاب والفلام والجدي والخدام, يعني كان بالحق تمثيلي لشعب التونسي. ثم شريحة من شعب التونسي كما الناس اللي ماشية مع تصمة قدام سفارة الاتحاد الأوروبي خذونا هزونا هزونا تربحونا, لكن الحمد لله ثم ناس أخرى تشرف التوانسة مستوى كابا فان الكلمة ليك.